السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ جزء تاني في المنهج وجزء جديد اللي هو تصميم الـ Off-Grid أو الـ Isolated System أو الـ Islanded System أو الـ Standalone System، ليه أكتر من مسمى. هنتعرف إزاي بنصمم السليبس بتاعته وإزاي السيستم ده بيتكون. هنشغل أول بس الـ Presentation ونتكلم عليها. الأول السيستم نفسه بيتكون من إيه؟ الطبيعي إن أنا عندي هنا الخلايا الشمسية. الخلايا الشمسية طبعاً بطبيعتها بتطلع دي سي. لو أنا عندي لودز، بالمناسبة لو أنا عندي الأحمال هنا في أحمال دي سي، فدي تبقى فيها ميزة طبعاً إنك تقدر تغذيها من الخلايا الشمسية. لكن طبعاً لو أنت الأحمال بتاعتك كعادة الأحمال عندنا كلها دلوقتي إي سي، اي سي لودز، طبعا اي سي لودز انت مضطر ان الاحمال تكون كلها اي سي لودز لو هتعمل جريد كونكتد. لكن اول معلومه لازم تحطها في دماغك، لو انت تعمل ستاند الون، بس مخطط من الاول انك هتعمل ستاند الون او الاوف جريد او الايزوليتد سيستم، ليه زي ما قلنا اكتر من مسمى، ساعات بيسموه باسم الستاند الون وساعات بيسموه الاوف جريد مش مرتبط بالشبكه، وساعات بيسموه الايلاندد. ومش كلمه ايلاندد مش معناها ان انا قاعد في جزيره مهجوره ولا حاجه، ساعات بيسموه ايزوليتد سيستم، ليه اكتر من مسمى. الفكره ممكن اكون قاعد مثلا في وسط البلد ولا حاجه، بس انا قررت ان انا مش هتعامل مع الحكومه نهائيا، مش هشتري منها كهرباء والكلام ده كله، ف هعمل سيستم بسموه باسم الستاند الون او الاوف جريد. يعني مش معناها ان انا معزول، لا انا معزول كهربيا فقط، ايزوليتد او ايلاند دي للكهرباء. بيبقى عندي البي في، دي الخلايا الشمسيه بتاعتي. طب هنا هتقول لي انا محتاج باك اب، هناك كان الباك اب مش محتاج باك اب، وكنا بنشتغل حتى على الافرج، فاكرين الجداول بتاعتنا لما كنا بنشوف على متوسط السنه كلها، باجي اشوف هنا الانرجي المتاحه فلاقي مثلا 5.7. لكن هنا اول فرق واهم فرق لازم تركز فيه، هنا بنشتغل على حاجه اسمها ديزاين مانس، بيسموه ديزاين مانس او بيسموه الورست مانس. يعني هنا مثلا دي الانرجي مثلا بالكيلو وات اور بير متر سكوير بير داي، لا ده انا هنا هدور مثلا ده شهر ديسمبر، وغالبا بيكون اقل الشهور، غالبا يعني بيكون اقل الشهور في الطاقه الكهربائيه او في الانرجي اللي باخدها من الشمس يناير او ديسمبر. الاقي مثلا هنا سي 4.1 وهنا 3.9. اذا الديزاين مانث الرقم اللي هنشتغل عليه هو ده 3.9. احنا قلنا الثلاث توبكس اللي هنتكلم عليهم الجريد كونكتد لانك عندك باك اب، فبتتكلم على الافريج. هتيجي تقول لي طب ما انا في شهور هقل منها وفي شهور هتزيد، خلاص يعني الشهور اللي هتقل منها هتسحب اكتر من الجريد، الشهور اللي هتزيد عن المتوسط هتبيع اكتر للجريد. لكن هنا انا معزول تماما فلازم اامن نفسي، فاول تامين هشتغل عند الورست مانس او الديزاين مانس اللي هو اقل شهر محتمل على مدار السنه، اللي هو غالبا شهر من اثنين، غالبا شهر من اثنين بيكون يا اما ديسمبر يا اما يناير، ما بشتغلش عند الافريج. طيب بالليل هتصرف ازاي؟ طب ده بالنهار هشتغل من الخلايا الشمسيه، يبقى لازم يكون عندي باتريز، لازم يكون عندي باتريز متوصل بباتريز من خلال تشارجر كنترولر. يبقى هنا لازم يكون عندي تشارجر كنترولر بحيث ان انا اقدر اغذي البطاريات ديت، والبطاريات ديت نفسها بتتوصل بالانفرتر. طبعا هي هتوصل دايركت بالدي سي لود، يعني هوصل البطاريات ديت دايركت بالدي سي لود لو الاحمال بتاعتي كلها دي سي او بعضها دي سي. طبعا لو انت مخطط من اول انك تعمل ستاند الون يفضل تجيب الاحمال دي سي، على الاقل مبدئيا هتوفر اللوسز اللي موجوده في الانفرتر، لان الانفرتر مهما كان كفاءته برضه في كميه من اللوسز، وبالتالي هنا تقليل احمالك للاي سي، وفي مثال هنتكلم عليه لذيذ جدا، تقليل احمالي في الاي سي وزياده احمال الدي سي ده هيخليك انك تعمل سايزنج اقل، يعني تحتاج سايز قليل للبي في. وطبعا كل ما تقلل الاي سي لودز كل ما السايز بتاع الانفرتر هيقل، واللوس اللي كانت هتروح جوه الانفرتر لا هتروح على طول للدايركت دي سي. لكن لو انت بتتكلم على احمالك اللي موجوده حاليا، فطبعا احمالك باي ديفولت اي سي، فانسى الحته بتاعت الدي سي لودز دي خلاص، يبقى انت محتاج انفرتر ريكتفاير سيت اللي هو دوت، بحيث انه يشتغل انفرتر وريكتفاير وبشحن بيه الباتريز والكلام ده كله، وبعد كده بردها تاني عشان اغذي. في بعض الاحيان هتيجي تقول لي طيب انا جبت الباتريز خلاص، يا بالليل شغال من الباتريز، بالنهار شغال من الخلايا الشمسيه، لكن افرض البطاريات مثلا كباك اب ساعات بنجيب ديزل جنريتور احتياطي، مولد احتياطي كيلو 2 كيلو مثلا احتياطي يتحط، بحيث والله ممكن مثلا 3 او 4 ايام او 5 ايام مثلا ولا حاجه في ايام الشتاء ما طلعتش الشمس، وبالتالي ما عنديش فرصه ان انا اشحن. خلي بالك الفلو ماشي ازاي، الباور جاي من الخلايا الشمسيه هتغذي الاحمال بتاعت سيادتك، والزياده هنشحن بيه البطاريات، الزياده هنشحن بيه البطاريات.
اما في فتره الليل لا، هاخد من الباترس فقط، ما عنديش حل تاني غير ان انا افضل البطاريات في الحمل. الجنريتور طيب، تاني يوم طلعت الشمس فهاخد الباور بتاعت الشمس اللي اشحن بيها البطاريات واغذي بيها الاحمال، اشحن البطاريات واغذي بيها الاحمال. لكن لو تخيل مثلا تاني يوم ما طلعتش شمس، ساعتها في مشكله ان البطاريات فرغت شويه او فرغت جزء من الكباسيتي بتاعتها، وبالتالي مش هعرف اشتغل. تاني يوم ممكن الاقي المشكله بقت اكبر، لو الشمس ما طلعتش يومين ثلاثه، رابع يوم خامس يوم اكيد البطاريات خلاص ما فيش شمس، مثلا قعد اسبوع وبالتالي البطاريات شهور هلاقيها فرغت. فالحل صحتها لازم يكون عندي باك اب ديزل جنريتور. هل فرصه ان تحصل مثلا الشمس في مصر تغيب اسبوع كامل والكلام ده كله فاليد ولا لا؟ دي برضه هنتكلم عليها، وطبعا دي بتبقى تكون فيها حته probability، يعني بنتكلم اامنك بنسبه 95% او اامنك بنسبه 99%، ساعتها بنبقى محتاجين الجنريتور ده عشان ال 1% او عشان ال 5% اللي احنا هامنك بيها، دي لسه هنتكلم عليها قدام. لكن عامه ده الشكل العام للجريد او الايزوليتد سيستم اللي هو اللي بنسميه الستاند الون سيستم. طبعا اول خطوه هنا بنجيب الانرجي، بنجيب الانرجي بتاعه اليوم. هناك كنا بنجيب الانرجي بتاعه اليير في الجريد كونكتد، هنا بحسب التيبيكال انرجي على مدار اليوم. والمرجع صراحه مديني تيبل هنا بيتكلم فيه على الاحمال واستهلاكها، وده جايد حلو جدا بالنسبه لنا. يعني بيقول لي هنا لو انت عندك ثلاجه 14 قدم فدي الباور بتاعتها في حدود 300 واط. طبعا هو حاطط ماركه معينه. طبعا الانرجي بتاعت الثلاجات، الثلاجه ما بتشتغلش 24 ساعه، دي تقول لا انا مش شغال 24 ساعه، لا يعني ما بتتحسبش ان الانرجي هتساوي 300 واط في 24 ساعه، ده يبقى خراب بيوت بالنسبه للثلاجات. امال الثلاجه لا، الثلاجه هي بتشتغل شويه الكمبريسور بتاعها وتوصل درجه حراره معينه، طول ما هي درجه حراره محتفظه بيها خلاص ما بتشتغلش، بتفصل الموتور بتاعها. والله بدات الحراره تزيد والكلام ده كله، بدات انت تفتح الثلاجه وتقفلها اكتر من مره فدرجه حرارتها بدات ترتفع، يبدا الكمبريسور تاني يشتغل. فهي على مدار اليوم مثلا هتلاقيها اشتغلت مثلا بتاع 3 ساعات ماكسيموم 4 ساعات، يعني الكمبريسور ما بيشتغلش اكتر من 3 ل 4 ساعات، يعني تقريبا ثمن الساعه تقريبا بيشتغلها، يعني تقريبا 12 دقيقه ونص خلال كل ساعه. ده تقريبا بالنسبه للثلاجات. عشان كده هو مديني حتى الانرجي هنا، بيقول لي والله لا ده الانرجي هنا 300 واط لكن الانرجي 1080، هتلاقيها مش حاصل ضرب 300 في 24 ابدا، لان زي ما قلت لك معتمده على متوسط الاستهلاك. طبعا لو الثلاجه 19 قدم فدي الباور بتاعتها وديت الانرجي، لو الثلاجه 22 قدم فدي الباور بتاعتها وديت برضو الانرجي، اند سو اون بالمنظر دوت. يمكن مدي لك هنا فريزر الكتريك رينج، رينج دوت اللي هو الفرن الكهربي، فرن مش معناه رينج هنا مش معناها مدى او نطاق. الفرن الكهربي منتشر جدا في البيئه الامريكيه، حاجه زي عندنا هنا في مصر زي النيش كده اللي ملوش اي 30 لازمه، لكن في امريكا عندهم حاجه اسمها الفرن الكهربي، ده اللي بيسموه الالكتريك رينج، وده مستخدم جدا بصوره كبيره جدا. لو شفنا مثال تاني او بقيه الاحمال، بيتكلم هنا على التلفزيون، فبيقول لي والله التلفزيون مثلا لو اكبر من 39 بوصه ده في الاكتيف مود اللي هو بيكون مفتوح وجايب القنوات، فده بيستهلك 142 واط. لكن في الستاند باي، ستاند باي يعني فقط اللمبه الحمراء بتاعته منوره مستني بس السيجنال بتاعت الريموت، فده بيستهلك تقريبا 3.5 واط، كميه باور قليله جدا. لكن في الاكتيف مود طبعا 142 واط. هنلاقي في عندنا كارثه في البيوت اللي هو الريسيفر. الريسيفر ده يا شباب يعني حاجه كارثيه. لو انت سيادتك بتكتفي انك بتدوس على الريموت تفصل الريموت او تطفي جهاز التلفزيون والريسيفر من الريموت فقط، فانت عندك ممكن تلاقي يعني ده مثال مثلا هنتكلم عليه اهو، بس لما نيجي نتكلم عليه هتلاقي الريموت هنا، فين الريموت اهو، ساتلايت الريسيفر، ده الاكتف مود وده ستاند باي مود. ده الريسيفر ده بالمناسبه الستلايت اللي هو الريسيفر، هنلاقيه وهو في الستاند باي مود، ده مثال المرجع كاتبه، وهو في الستاند باي مود استهلك تقريبا 11% من الانرجي على مدار اليوم وبالتالي على مدار الشهر. يعني انت ممكن يكون استهلاكك 10% بس من استهلاكك رايح بسبب الريسيفر. سيادتك كنصيحه يعني لما تيجي تطفي افصله باور، افصل الكهرباء عنه، شيل الفيشه بتاعته، ولو في زرار باور اطفيها، او لو في زرار باور فيها يعني. لكن لو انت سبته في الفيشه، لان هو في الاخر وهتلاقي ان الباور بتاعته حتى في الاكتف 17 وفي الستاند باي 16، لانه في الاخر سيجنال
يعني ما فيش فرق كتير من ان الريسيفر شغال او ان الريسيفر مستني اشاره السيجنال من سيادتك. فزي ما هو شغال، لا ده هنا مثال، كان واحد بيفتح التلفزيون 3 ساعات، ما بالك يعني بيفتح التلفزيون 3 ساعات، فتقريبا استهلاك الريسيفر فقط، استهلاك الريسيفر فقط وصل تقريبا لاكثر من 10%. طيب نرجع نكمل الجدول دوت علشان نمشي في الديزاين ستيبس اللي احنا قلنا اول خطوه في الديزاين ستيبس ان احنا نحدد الانرجي بتاعه اليوم. هنلاقي برضو يمكن بعض الملاحظات من الكمبيوتر او اللابتوب. طبعا اللابتوب بيستهلك حوالي 20 واط، كان ديت يمكن اهم ملاحظه في الجزئيه ديت. نشوف بقيه الاجهزه اللي عندنا، دي المضخات. كان في مثال كمان للهوريزونتال والفيرتيكال واشنج ماشين او الغسالات. الغسالات عندنا للاسف مش مكتوبه هنا، لكن الغسالات عامه هو عامل لك الاوتوماتيك والفوق اوتوماتيك، بيسموها الفيرتيكال اكسس واشنج ماشين والهوريزونتال اكسس واشنج ماشين. تقريبا ديت 500 واط، لكن ديت 250 واط. خلي بالك يعني ده رقم عالي جدا. ده الفرق ما بين الفيرتيكال اكسس، الفيرتيكال اكسس اللي هي الغساله اللي بيسموها الفوق اوتوماتيك، دي بتستهلك حتى لو كان سعرها رخيص في الاول لكنها كباور بتستهلك باور عالي جدا، وبالتالي كانرجي بتعمل معاك في الفاتوره. الهوريزونتال اكسس اللي هي الغساله الاوتوماتيك اللي بنسميها الاوتوماتيك، ديت الباور بتاعتها تقريبا النص، وبالتالي استهلاكها في الطاقه بتكون النص. انيشال كوست عاليه لكن كراننج كوست بتكون قليله. طيب نبدا اول خطوه في الديزاين ستيبس. اول خطوه في الديزاين ستيبس انك تعمل لي جدول بالمنظر ده. هتكتب لي دي الخطوه رقم واحد، تحدد لي اللودز الاحمال اللي عندك. والله عندي تلفزيون، عندي غساله، عندي ثلاجه اند سو اون. نكتب الاحمال كلها. هنحدد حاجتين، حاجه اسمها الباور وحاجه اسمها الانرجي. تحسب لي الانرجي، طبعا الانرجي ما هي الا الباور في التايم. الانرجي بتساوي الباور في التايم. الباور بنشتغل بطريقه اسمها التوتال كونكتد لود. الناس اللي شغالين في الديزاين فاهمين يعني ايه كلمه توتال كونكتد لود. توتال كونكتد لود يعني مثلا بجيب اعلى باور محتمل ان انت تسحبها. يعني مثلا هنا ودي بيستخدموها دايما حتى لما يجي يعمل مثلا لوحه لشقه، بس تكون مساحه الشقه صغيره، لان مش منطقي تيجي تعمل لوحه مثلا لشقه فيها 10 اوض ولا حاجه، او فيلا او او او، وتيجي تقول والله انا هجمع بالتوتال كونكتد لود. الطبيعي ان التوتال كونكتد لود ده لو تمسك ايه، عندي 5 مراوح يبقى اروح مجمع النيم بليت بتاعتها، عندي ثلاجات اروح مجمع النيم بليت بتاعتها، عندي غساله اروح مجمع النيم بليت بتاعتها مع التكييفات، واجمع الحاجات دي كلها. هل يعقل ان الكلام ده كله يشتغل في وقت واحد؟ بالتاكيد لا. عشان كده في حاجه اسمها ديماند فاكتور ودايفرستي فاكتور او سيبيليتانتي فاكتور او كونسيدنس فاكتور، معامل التطابق والحاجات ديت كلها. لكن في طريقه بيسموها توتال كونكتد لود، اللي هو بمسك الاحمال كلها واجمع الباور بتاعتها، ودي اسوأ كيس. دي تمشي مثلا لو الشقه بنتكلم على اوضه بمنافعها، يعني اوضه بريسبشن بحمام والكلام ده كله، ممكن ساعتها سيادتك تكون مشغل الاحمال كلها، فيفضل في الحاله زي ديت التوتال كونكتد لود. مع ملاحظه ان التوتال كونكتد لود حتى بتستثني حاجه مهمه جدا، ان الاحمال اللي بتشتغل في وقت واحد او ممنوع تشتغل في وقت واحد ما اضيفش الاثنين. يعني مثلا لو انت عندك مثلا اير كونديشن، تكييف اير كونديشن 5 كيلو وات، وروم هيتر دفايه مثلا 3 كيلو وات، هل يعقل انك هتشغل الاير كونديشن وهتشغل الدفايه في وقت واحد؟ لا طبعا. يا هتشغل التكييف يا هتشغل الهيتر، ساعتها هاخد الاكبر فيهم. يعني وانا بصمم في توتال كونكتد لود، توتال كونكتد لود الطريقه سهله جدا، جمع كل الباور بتاعت الاجهزه الا زي ما قلنا الاحمال اللي ممنوع ان هي تشتغل في وقت واحد. زي مثلا الريسيفر، قال لي ان الريسيفر لو رجعنا فوق شويه، الريسيفر اعتقد في السلايد اللي بعد كده لو جينا بصينا هنا على الريسيفر، بالمناسبه اهو الريسيفر اهو ستلايت ريسيفر، هلاقي ستلايت ريسيفر بيقول لي انه بيشتغل 17 و16 واط، ده في الاكتف مود و16 واط في الستاند باي. يستحيل يشتغل اكتف وستاند باي، يعني انت لما تيجي تشتغل نحط ال 17 ولا ال 16 نحط 17، يعني ما نحطش 33. يعني ما ينفعش تيجي تقول لي، انت بتقول لي جمع لي كل الباور او الورست كيس، ما هو الريسيفر يا اما شغال اكتف مود يا اما شغال ستاند باي مود. نفس الكلام للتلفزيون، التلفزيون ده مثلا يا اما شغال بيسحب 90 واط يا اما 4.9 واط. لكن اجي اقول لك مثلا عندي ست لمبات، لا الست لمبات هنشغلهم كلهم مروحتين خلاص المروحتين دول ممكن يشتغلوا. فجمع كل الباور ديت بطريقه التوتال كونكتد لود. وزي ما قلنا، طيب والله الاحمال اللي ما ينفعش تشتغل في وقت واحد باخد الاعلى فيهم. يعني مثلا
لو انت الاير كونديشن بتاعك 3 كيلو وات لكن الهيتنج بتاعت الاحمال بتاعت سيادتك 5 كيلو وات، ساعتها هقول والله لا انا هاخد هنا الهيتنج. وفي بعض الاحيان لو الاثنين نفس الباور يجي يقول لك، حتى في بعض الريفرنسز يعني يقول لك حط الاثنين على نفس البرانش سيركت على نفس اللينيا، لان في الاخر يا ده شغال يا ده شغال، يعني هما الاثنين بنفس الكابل بنفس السيركت بريكر، لان انت اكيد هتشغل يا اير كونديشن يا اما الهيتنج، ده الطبيعي. ده بالنسبه لاول خطوه. يبقى اول خطوه زي ما قلنا هتكتب لي اللودز، تعمل لي جدول بالمنظر ده، تكتب الاحمال اللي عندك، تحسب لي الباور بطريقه التوتال كونكتد لود، تشوف لي الباور بتاعتك او ساعات بنسميها باسم البي ماكس طلعت كام، وتحسب الانرجي عن طريق تمسك كل باور تضربها في التايم بتاعها وتحسب لي الانرجي، يتجيب لي الانرجي خلال يوم. يبقى ده الخطوه الاولى هو والبي ماكسيمم. هنشوف مثال وهنحسب عشان اقول لك بعد ما نحسب الانرجي ديت بنجيب ايه. طبعا هنا كان مديني شكل، وهنا طبعا بيقول لي والله ادي مثال اهو، بيقول لي استيميت المانثلي انرجي كونسامشن. سيبك من المانثلي انرجي كونسامشن دي ما تفرقش في حاجه، ده مطلوب في المساله. لكن الـ هنا في ثلاجه 19 قدم، يبقى تيجي تعمل لي جدول زي دوت تقول لي اللود اهو بالمنظر ده. اللود اول حاجه 19 قدم ريفريجريتور ثلاجه 19 قدم، عنده ست لمبات كلهم كومباكت فلورسنت لامب، ست لمبات نوع اللي هي اللمبات الموفره بشكلها حلزوني بالمنظر ده، دي كومباكت فلورسنت لامب. يبقى عنده هنا ثاني حاجه ست لمبات، الواحده هنشوف 30 واط، يعني هنا كباور ادي الباور وادي الانرجي، ادي الباور ودوت هو الانرجي. سيبك من البرسنتج دي انا مش محتاجها اساسا، وهو هنا حتى مش عامل الباور اهي، لكن هو مش مجمعها. ست لمبات في 30 واط، يبقى هنا كباور 6 في 30 واط يعني 180 واط اضاءه فقط. بيشتغلوا قد ايه؟ قال لك 5 ساعات، يبقى 6 في 30 في 5 ساعات. خلي بالك هنا واط وديت اور، اذا وحده الانرجي ديت هي الوات اور، وانا عايزها بالوات اور. ممكن بنقسم على 1000 في الاخر عشان نخليها بالكيلو وات اور. في عنده تلفزيون 19 بوصه، في عنده ريسيفر، طبعا ما دام عنده تلفزيون يبقى عنده ريسيفر بتاعه. عنده بيشتغل 3 ساعات في اليوم، انا عامل بس جوه دايره اهي 3 ساعات في اليوم، بيقول لي والله بيشتغل 3 ساعات خلال اليوم الواحد. عنده كوردلس فون، عنده كوردلس فون. يا ترى هنرجع للجدول ونجيب الارقام ديت كلها. عنده مايكرويف، مايكرويف 1000 واط، ادي المايكرويف الباور بتاعته هو مديها لي جيفن 1000 واط، وبيقول لي والله بتشتغل 6 مينت بير داي، يبقى 1000 وهتضرب في 6 دقائق على 60 عشان احولها للاور، عشان احولها للاور ديت الانرجي بتاعت المايكرويف. كمان عنده مضخه اسمها 100 فيت ديب ويل، مضخه دي بامب، والحته ديت ركزوا ان انا هحتاجها كمان ان شاء الله في الجزء بتاع البامبنج سيستم، احنا هنتكلم بعد كده في الديزاين ان شاء الله على البامبنج سيستم. بترفع 120 جالون، يبقى هتكلم هنا عن البامب بتاعته اللي هي اللي اسمها 100 فيت، وبترفع 120 جالون في اليوم. وعنده هوريزونتال اكسس واشنج ماشين، هوريزونتال اكسس واشنج ماشين، لو انتوا فاكرينها دي كانت بتشتغل بتسحب 250 واط، انا كنت زودتها لان انا مش جايب كل اللي موجود في المرجع، جايب بعض الاحمال، فهي موجوده في المرجع عامه وبتستهلك تقريبا 250 واط، هو كتبها هنا حتى ادي ال 250 واط اهي، وبتشتغل كان قال لي ان هي بتشتغل 12 دقيقه، نسيت اكتبها، كان قال لي 12 مينت بير داي، متوسط في اليوم بتشتغل 12 دقيقه، يبقى هضرب هنا ال 250 في 12 دقيقه، يعني اقسم 12 على ال 60 علشان اجيب عدد الساعات. طيب البامب دي كام واط والكلام ده كله. نرجع والله للجداول، نجيب ال 19 المفروض ترجع كده، نشوف الغساله 19 قدم، هنلاقيها اول واحده تقريبا اهي او ثاني سطر 300 واط، والانرجي بتاعتها 1140. يبقى انزل هنا في الجدول بتاعي اكتب 300 واط و 1140 ديت هي الانرجي، يبقى هنا هكتب الباور 300 واط بينما كانرجي 1140. طبعا هو هنا جايبها، يعني هو اوريدي هو حال المثال تحتها، فجايب الباور وجايب الانرجي. الاضاءه اتكلمنا عليها، التلفزيون 19 وهيشتغل 3 ساعات. ركز بقى معايا في حته ريت مهمه جدا، التلفزيون لو طلعت هنا عشان ابص على التلفزيون 19 بوصه، هلاقي ان التلفزيون 19 بوصه او 20 بيسحب تقريبا 68 واط، وهنا 5.1 من 10. خلي بالك 68 واط وهو اكتف، وهو قال لي هيشتغل 3 ساعات،
اما في الستاند باي هيبقى ده في وضع الستاند باي هيسحب 5.1 من 10. يبقى كانرجي مش صعبه، كانرجي هو 68 يا 5.1 من 10 يا اما 68 يا اما 5.1 من 10. فانا هكتب هنا انرجي، هو هيشتغل 68 واط، هيشتغل 3 ساعات، وستاند باي 5.1 من 10 هيشتغل 21 ساعه. ديت هي الانرجي. نفس الكلام الريسيفر هيبقى 17 واط لمده 3 ساعات، لكن 16 واط ستاند باي يعني 21 ساعه. 21 ساعه. لما اجي اكتب الباور، هنا اسوأ باور هكتب 68. تكتب 68 زائد 5.1 من 10 غلط، تكتب 5.1 من 10 غلط، تكتب الاثنين غلط. بكتب الاعلى في الاثنين، بكتب الاعلى في الاثنين. يبقى 68 لان هو يا اما شغال يا اما ستاند باي، وبالتالي الورست كيس وانت بتجمع لي الباور بتاعت الشقه ديت او المكان ده هي 68. نفس الكلام الريسيفر هنا يكتب 17 فقط. الكوردلس فون لو طلعت للجدول، اعتقد الكوردلس فون ما اعرفش اذا كانت مكتوبه ولا لا، ممكن يكون من الحاجات اهي الكوردلس فون هتلاقوه هنا. كوردلس فون لو مشيت وراها هتلاقيها 4 واط. طبعا ده التليفون اللي هو بيفضل انه محطوط على طول في الحيطه، فموجود 24 ساعه، فهو كباور هو 4 واط، كانرجي 4 واط في 24 ساعه. طيب المضخه 100 قدم، ايه المضخه ديت؟ هنرجع للسلايد اللي قبلها. لو رجعت هنا للسلايد اللي قبلها هلاقي المضخه اللي اسمها 100 قدم ديت. نركز بقى، هي باور هنا 100 واط، اذا كباور 100 واط، خلاص عرفنا الباور بتاعتها 100 واط. نرجع بقى تاني للجدول اخر حاجه عشان نجمع الارقام بتاعتنا. يبقى الباور بتاعتنا 100 واط، لو جمعت الباور دي اعتقد 1919 واط. طب الانرجي قال لك محتاج 120 جالون بير داي، 120 جالون بير داي. هتلاقوا المضخه دي مكتوب جنبها في الجدول بتاعها 1.6 جي بي ام. 1.6 جي بي ام ده اختصار يا شباب لكلمه جالون بير مينيت، يعني المضخه دي تقدر ترفع 1.6، تقدر ترفع في الدقيقه الواحده، ادي المينيت اهو. طبعا الجالون ده وحده فوليوم بالمناسبه، فتقدر ترفع 1.6 جالون، 1.6 بوحده الجالون اقدر ارفعها خلال دقيقه. طب انا مطلوب مني في اليوم اهو، بيقول لي انا هسحب او هستهلك متوسط استهلاكي 120 جالون في اليوم، يبقى المضخه دي او الموتور ده هيشتغل كام وقت؟ هقول والله يبقى 120 وهضربها في 1 واقسم على 1.6، بس خلي بالك التايم اللي هيطلع لي هنا بالمينت، بالمينت، يبقى اقسم بالمره على 60. يعني هنا هيبقى الاستهلاك بتاعنا هي 100 واط، التايم بتاعنا عباره عن 120 مقسوم على 1.6 مقسوم على 60. تاني المضخه اللي عندي اللي هي 1.6 جالون بير مينت، 1.6 جالون بير مينت ديت معناها ان هي تقدر تضخ الجالون دوت حاجه قد الجيركن تقريبا، اللي هي دايما اللي بيشتغلوا فيه الزيوت والدهانات، بتقول لك انا عايز جالون، عايز جازيلا. الجالون دوت وحده حجم بيستخدموها دايما في الدهانات وفي الزيوت بتاعت العربيات والكلام ده كله. فالجالون الواحد متر مكعب 264.2 او 3 جالون، فتقريبا هو 2 لتر وشويه، يعني تقريبا بحجم اللتر هو تقريبا 2 لتر وشويه. بغض النظر دي الوحده اللي احنا هنشتغل بيها، وهنشتغل بيها في الجزء الثالث، فلازم نبقى عارفينها. ال 1.6 جالون بير مينت، انا عايز اعرف التايم اللي هرفع فيه 120 جالون، يا ترى هترفع التايم في قد ايه؟ فانا اقدر اقول هنا ان المضخه دي بترفع لي 1.6 في الدقيقه الواحده، يبقى ال 120 جالون ياخدوا وقت قد ايه؟ ده التايم. هنضرب طرفين في وسطين، اذا التايم بتاعنا هقول والله 120 في 1 واقسم على 1.6، بس التايم ده طلع لي بالمينت. في ناس تقول لك لا، تقول لك ممكن تعملها كده، ال 1.6 جالون هيترفعوا في، انا عايز التايم بالاور، خلال دقيقه يعني 1 على 60. طيب انت عايز ترفع 120 جالون، لو انت عايز تجيب الاورز على طول يبقى التايم بتاعك هنا هيبقى 120 في 1 على 60 وهتقسم على 1.6، بس هنا طلع لي بالاورز، لكن هنا طلعت لي على طول بالمينت، يبقى زيادتك هتزود هنا 60، اقدر اجيب التايم بالاورز. يبقى التايم ده جبته بالاور، والباور بالوات، يبقى العاده هنا الوحده هنا وات اور، وات اور. طيب هيطلع لي اعتقد 3109، هي قدامي في الشاشه 3109 وات اور اللي هو الرقم ده. وطبعا هنا كان في تعليق بس اللي احنا قلناه على الريسيفر. يبقى كده اول خطوه من الديزاين، جبنا الانرجي بتاعت الداي والباور بطريقه التوتال كونكتد لود اللي هي بنسميها الماكسيمم اي سي باور، اسوأ باور ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. طيب
دلوقتي انت جبت الانرجي بتاعه الحمل بتاع سيارتك، ادي الانرجي بتاعه الدي بتاعه الاحمال اللي نوعها اي سي. عشان اروح للخلايا الشمسيه، طبعا هنا في حاجه مهمه جدا في النص، طبعا الخلايا الشمسيه بتطلع دي سي، فلازم هنا اعمل حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ اقسم على كفاءه الانفرتر. يا دكتور انت قلت المره اللي فاتت كان في اربع كفاءات. لا، هنا ستيب باي ستيب هنمشيهم واحده واحده. المره اللي فاتت كان في اربع كفاءات، ايتا مس ماتش، ايتا ديرت، وايتا انفرتر، وايتا تمبريتشر. لا، احنا هنمشيها ستيب باي ستيب. عايز اجيب الانرجي هنا، عايز اجيب الانرجي هنا، وهنسميها الانرجي بتاعت الدي، وبين قوسين كده هنكتب عليها دي سي. عايز الانرجي بتاعت الدي وبين قوسين دي سي، هي هتساوي الانرجي دي اللي سيادتك حسبتها مقسومه على ايتا انفرتر. بالمناسبه ايتا انفرتر بيكون في حدود 85%. الانفرتر دوت كفاءته اقل من الجريد كونكت. الجريد كونكت كانت الايتا بتاعته 90% وانت طالع، 92% 94 96 ده كومن طبعا، معظمهم يعني قليل قوي لما تلاقي 92 كمان، معظمهم فوق ال 94 الى حد 96. لكن هنا ايتا الانفرتر بتاعت الاوف جريد او الايزوليتد سيستم دايما بيكون في حدود 85% بلس الانرجي بتاعت الاحمال الدي سي. يعني هنا لو انا افترضت ان في احمال هنا دي سي، فسيادتك عشان تجيب كل الانرجي اللي انت محتاجها هتجيب الانرجي ديت، وهنجيب الانرجي بتاعت الاي سي اقسمها على ايتا انفرتر. القانون ده مهم جدا، دي الخطوه رقم 2. يبقى الانرجي دي سي، انرجي دي دي سي هي الانرجي دي اللي احنا حسبناها العاديه خالص اللي هي من الجدول، دي اللي احنا جبناها من الجدول. بعد ما سيادتك تحسبها تقسمها على ايتا انفرتر اللي هي 0.85% تقريبا، وتجمع لي عليها احمال الدي سي، وتجمع لي عليها الاحمال بتاعت الدي سي. هو هنا حتى مدي مثال كويس جدا جدا في المرجع، بيقول لك ايه اللي هيحصل لو انت يعني انت هنا وصلت ل 3109. اقسم لي 3109 ده لو احمالك كلها اي سي. 3109 لو احنا قسمنا 3109 على 0.85 هلاقي ان الانرجي دي سي كلها بتاعت الدي دي سي هتطلع لي. هستخدم مثلا الموبايل عشان استخدم الاله. هلاقي هنا الانرجي كانت 3109 3109 على 309 على 0.85 تطلع 3600 تقريبا، هيطلع لي الرقم 3600 تقريبا 58 وات اور. 3658 وات اور ده الانرجي بتاعتنا، الانرجي اللي انت محتاجها، الدي سي انرجي اللي انت محتاجها، اللي هي المفترض من بعد الخلايا الشمسيه مباشره. وخلي بالك عشان ديت هستخدمها تماما في توصيف البطاريات، هستخدمها تماما في توصيف البطاريات. يبقى 3658. هو بيديلك مثال لذيذ جدا في الريفرنس، بيقول لك طيب لو انت ابدلت الثلاجه ديت بثلاجه دي سي، يعني شلنا الثلاجه بدل ما هي اي سي، فطبعا في ميزه مهمه جدا، هتضطر تطرح ال 1140، هتشيل ال 1140 ديت من المجموع بتاعها. فهتلاقي الرقم دوت قلله مثلا يعني تقريبا هيبقى 2000 وحاجه، وقال لك والله الثلاجه الدي سي بتاعتنا مستهلكه تقريبا مثلا حوالي 860 وات اور بس دي سي. كل اللي هتعمله هتقول والله يبقى 3109 هنطرح منها الاستهلاك القديم بتاع الثلاجه. انا طبعا مش عارف احسب الارقام قوي، يعني ده الاستهلاك الجديد لو احنا لغينا الثلاجه. انا باكد تاني، لو لغينا الثلاجه بدل ما هي اي سي نوعها، لا خليناها دي سي. وهتقسم الرقم دوت على 0.85 واللي يطلع نجمع على 860، هتلاقي والله الرقم بدل ما هو 3000، احنا جبناه دلوقتي 3600 وحاجه، لا ده الرقم هتلاقيه حوالي تقريبا 3100 مثلا او 3000 وات اور. يبقى سيادتك محتاج بطاريات او انرجي او بطاريات او حتى خلايا شمسيه تدي لك انرجي يوميا 3000 وات اور. ده بعمل بس بحاجه واحده بس، ان شال الغساله ساعتها زي ما قلنا هيبقى عندك 3109، هنطرح منها ال 1140 لان خلاص يعني المفترض انت سيادتك تحسب الرقم ده. احنا خلاص هنلغي الثلاجه من الجدول نفسه، واقسم على 0.85 واللي يطلع اجمعه على 860 وات اور اللي هو استهلاك الثلاجه الدي سي،
فيطلع لي الرقم، انا مثلا فرضت مثلا يطلع 3100، 3100 بدل 3700، خلي بالك ده يوميا، وبالتالي هيبقى فيه سيفنج محترم جدا، هيوفر لك في عدد الخلايا الشمسيه، وهيتوفر فيه عدد كمان الباتريز اللي احنا محتاجينها. خلاصه القول، طلعنا من الحته ديت بالانرجي دي سي بتاعت اليوم الواحد. طيب السؤال رقم ثلاثه، رقم ثلاثه السيستم فولتج، وهنكتفي في الفيديو دوت لحد رقم اربعه. السيستم فولتج ايه ده؟ ده انت هتصمم سيستم بنفسك؟ ايوه، زي ما انت بتيجي تعمل شبكه في دوله، هتيجي تقول والله نعمل الميديوم كام، واو الكلام ده كله، يبقى ليها ستيبس والكلام ده كله، والله احنا نعمل الميديوم 110 كيلو فولت، لا الميديوم او هنربط الشبكه على 220 كيلو فولت، هنربط الشبكه على 500 كيلو فولت، على 400 كيلو فولت، طبعا دي الدراسات. لا، انت هنا بتعمل نفسك نتورك جديده خالص، سيستم، بس بتخلي بالك الدي سي سيستم فولتج، انا بتكلم هنا سيستم فولتج ناحيه الدي سي اللي هو ناحيه الباتريز. هتقترحه كام؟ هل نقترحه 6 فولت؟ هل نقترحه 12؟ هل نقترحه مثلا 18؟ هل نقترحه 24؟ انسوهم بالمنظر ده. اشمعنى الارقام ديت بالذات؟ اشمعنى الستة؟ معظم الباتريز هتلاقيها يا 1.5 فولت، يا 2 فولت، يا 3 فولت، يا 6 فولت، يا 12 فولت. فالكومباينيشن بتاعهم يمشي، ينفع نحط 6 فولت، ودي اللي هتقول لك عدد الباتريز اللي اتحط سيريز. يعني مثلا لو انت قلت لي والله انا هجيب بطاريه سي 1.5 فولت مثلا، وانا هشتغل السيستم بتاعي 6 فولت، يبقى ساعتها عدد الباتريز السيريز 4، يبقى نحط في كل برانش 4 برانش سيريز. طب انت هتحددها على انهي اساس؟ هتحددها على انهي اساس؟ يا ترى اشتغل على 6 ولا على 12 ولا على 18 ولا على 24؟ في هنا ريكومنديشن، توصيه، طبعا ليك الحق انك تختار اي جهد، لكن كتوصيه بيقول لي شوف الاي سي باور بتاعت سيادتك، الباور اي سي اللي هي بتاعت التوتال كونكتد لود، التوتال كونكتد لود. احنا حسبناها بالمناسبه كانت طلعت في المثال دوت 1919 واط. قال لك لو اقل من 1200 يفضل انك تشتغل 12 فولت. دي ريكومنديشن، خلي بالك ده ريكومنديشن، ريكومنديشن مش ريستريكشن، مش قيد، ده ريكومنديشن. اما لو كانت في المثال بتاعنا من 1200 لحد 2400، واحنا في المنطقه دي بالظبط، لان احنا هنا 1919 واط، يبقى يفضل تخلي السيستم بتاعك 24 فولت. لو من 24، من 2400 ل 4800 تشتغل على 48، والطريقه ديت مبنيه على اساس انك تليمت الكرنت ل 100 امبير. يعني ايه ليمت الكرنت؟ خلي بالك هنا الباور نفسها تقريبا هي الفولت في الكرنت، خصوصا من ناحيه الدي سي، لكن هو بيتكلم هنا على السجستد الاي سي باور. لكن لو افترضنا ان هي فولت في كرنت الباور، وليكن عارف ان ده قانون دي سي، لو افترضناها هي فولت في كرنت، انا عايز الكرنت ما يزيدش عن 100 امبير. فلو الباور ديت 1200 ساعتها وانت استخدمت فولتج 12 فولت، هيبقى الكرنت 100 امبير. يعني هي مبنيه طبعا، ليه هو عايز يقلل الكرنت؟ لان زياده الكرنت، ودي من اسوء الحاجات، عشان كده دايما لو نيجي نحط حتى الخلايا بنحاول نحطها في الاول سيريز. ليه بنحطها سيريز؟ عشان يبقى الكرنت بتاعها اقل ما يمكن، يبقى اقل قيمه للكابلات، اقل قيمه للفيوز او السيركت بريكر، عمليه الوقايه والكلام ده كله، وبالتالي تبقى ارخص. فهنا لو انت جيت قلت والله 1200 وانا هختار 6 فولت، لا ده انا الحمل بتاعي مثلا سي 1200 وانا هخليه 6 فولت، ساعتها هيبقى الدي سي كارنت حوالي 200 امبير، وبالتالي هنا هتتكلف كابلات وهتتكلف سيركت بريكرز. فعشان كده هو قال لك ليميت، لو الباور لحد 1200 بما فيها ال 1200 كمان يا سيدي اهو، خد 12 فولت. لحد ال 2400 بما فيها ال 2400 خد 24 فولت. يعني مثلا لو احنا قلنا 1800، لو انت خدت 12 فولت الكرنت هنا هيعلى، هيبقى اكبر من 100 امبير. فالجدول دوت بيزد مبني على توصيه ان الكرنت ما يزيدش عن 100 امبير. يبقى سيادتك هنا في المثال دوت تيجي تقول لي والله هيبقى رقم، مش فاكر قلنا رقم كام اخر حاجه، 3 او 4، رقم 3 سيستم فولتج هنا، هقول والله اسيوم ان هو 12 فولت. سيستم فولت عرفتها منين؟ الباور بتاعتي كانت 1919، رحت بصيت على الريكومنديشن لقيته عدى 1200، يبقى خلاص ما ينفعش 12 فولت ولا التيار هيزيد عن 100 امبير، فهنا هشتغل على 12، انا اسف 24 فولت، عذرا 24 فولت. هنا هشتغل على 24 فولت لان هو كان 1919، يعني اكبر من 1200 وفي نفس الوقت اقل من 2400، فهو في الكاتيجوري الثانيه، وبالتالي هنا هشتغل على 24 فولت. نحسب بقى حاجه مهمه جدا رقم 4 وهكتفي بيها، الامبير اور داي. سيادتك محتاج امبير اور، البطاريات بتوصف، انا بجهز لتوصيف البطاريات، البطاريات بتوصف بحاجه اسمها الامبير اور او الكوانتيتي بتاعتها، الكميه الكهربائيه، يقول لك بطاريه مثلا 10 امبير اور، 100 امبير اور. فالامبير اور سيادتك حسبت الانرجي، اني انرجي؟ الانرجي دي سي طبعا بتاعت اليوم الواحد، الانرجي دي سي اللي هي جت منين؟ جت من الخطوه دي، اللي هي عباره عن الانرجي
دي سي بتاعت اليوم هي الانرجي بتاعت الداي، اللي هي الاي سي اللي هي بتاعت الجدول، احنا كاتب لك على الجدول، تقسمها لي على كفاءه الانفرتر اللي غالبا بناخده 0.85 كرف استيميشن في معظم الانفرترز، وبجمع عليها ايه الدي سي بارت لو كان عندي جزء، او الدي سي لود لو كان عندي حمل دي سي. مفيش حمل دي سي خلاص، يبقى هي جاست انك تجيب الاي سي، الاي سي انا اسف، وتقسمها على 0.85. تقسم لي الانرجي ديت على الفولتج اللي انت اقترحته للسيستم، لان خلي بالك ده بالوات اور، الانرجي دي بالوات اور، والفولتج ده بالفولت هيدينا الامبير اور. يعني هنا هقسم 3657 على 24، لو قسمت على 24 هيطلع لي 152 امبير اور، يبقى سيادتك محتاج 152 امبير اور بير داي، يوميا محتاج 152 امبير اور. هنشوف الباترز في الفيديو اللي جاي وازاي بنوصفها، وازاي احدد عدد الباترز. يمكن انا قلت هنا ازاي نحدد عدد الباترز السيريز عن طريق السيستم فولتج، عن طريق السيستم فولتج بحدد عدد الباترز السيريز، لكن الامبير اور دي انا محتاجها عشان احدد منها عدد البرانشات البارل. خلاص عرفنا نحط كام واحده سيريز، لكن هنجيب كام برانش بارل من الباترز. طب لو انا جبت مثلا السيستم فولتج بتاعي 24 واخترت بطاريه 6 فولت يبقى نحط 4، لكن لو جبت بطاريه 12 فولت يبقى احط 2 سيريز، بتكلم على عدد السيريز. لو 3 يبقى احط 8 سيريز ان سو اون بالمنظر دوت. لكن البارل كام لا هنعرفها من خلال معرفتك او حسابتك للخطوه الرابعه في الديزاين بتاعنا اللي هي الامبير اور بير داي او الامبير اور داي، ودي الخطوه رقم 4. هكتفي بالجزء دوت، وجزاكم الله خيرا.